طيب، الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. مع قرب الانتخابات تتصاعد الدعايات والوعود في ظل غياب برامج حقيقية يمكن أن يثق بها المواطن العراقي، فما الذي يستطيع فعله المرشحون بعد الانتخابات بعد أن عجزوا عن فعله طوال سنين؟ لكن هل يثق المواطن العراقي بوعود المرشحين؟ هل ما زال هناك من يصدق بهم بعد كل التجارب الماضية؟ لماذا يستمر الاستخفاف من قبل المرشحين بعقول المواطنين العراقيين؟ كل هذه التساؤلات وأكثر نناقشها معكم أعزائي المشاهدين في حلقة اليوم بعنوان: هل ما زال المواطن العراقي يثق بوعود المرشحين للانتخابات؟ حيث برزت خلال الأيام الأخيرة الماضية حملات انتخابية استقبلها الشارع العراقي بالاستهجان والسخرية والتساؤل حول شرعيتها، كتوزيع ملابس مستعملة على الشرائح الفقيرة في القرى والأرياف، وتقديم وعود بإطلاق سراح المعتقلين أو بإعادة النازحين، وصولا إلى تعبيد طرق وإنارة أخرى بالكهرباء. يوم الأحد الماضي تداولت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي في العراق مقطع فيديو يظهر تشييد المرشح للانتخابات عاليا صيف عن العاصمة بغداد مكانا لغسل وتكفين الأموات في حي الحرية في العاصمة العراقية في إطار الدعاية الانتخابية، ما أثار موجة من السخرية والاستهجان إزاء غياب المشاريع والبرامج الحقيقية للمرشحين. خلونا نشوف هذا المقطع ونرجع لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد. سيدنا الرعاية صيد تم افتتاح مختزل في دود مدينة القرويه هذا المختزل سوف يتم افتتاح ان شاء الله مختزل في منطقه الحريه للنائب عالي الصيف. بادرت هاي المبادره الجميله لاهالي الحريه. وهذا الكرين وهاي الصبات وهاي اللافته للنائب عالي الصيف تسلسل 64 الحريه دار 11. شوف ان شاء الله سوف يستفيد. يعني يبدو ان المرشحين لم يكفهم يعني الرقص على جراح الاحياء، استخدموا كذلك الاموات في حملاتهم الانتخابية والحملات الدعائية للانتخابات القادمة بعد أيام قليلة. طبعا شملت حملة أخرى نقلا مجانيا لسكان مدينة الموصل شمالي البلاد عبر حافلات صغيرة بين ساحليها الشمالي والجنوبي في ظل غياب قطاع النقل العام عن المدينة منذ استعادتها من سيطرة تنظيم داعش قبل ما يزيد عن 4 سنوات. طبعا الحملات الانتخابية المثيرة للجدل كذلك في محافظة ديالى شرقي البلاد، أحد المناطق المصنفة بالأكثر عوزا من ناحية الخدمات في العراق. يعني الحملات لم تختفي هناك، حملات تعبيد طرق وشوارع داخل قرى وأرياف وإيصال الكهرباء لها، حيث قام رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري بالإشراف على هذا التبليط. خلونا نشوف هاي الصور مع بعض. هاي الصور تم نشرها عبر صفحة رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري على فيسبوك. طبعا دمباوع التبليط يعني مبين
هم الماء غشين بالمصلحة شغل نص سردان مال يمشي على قد الانتخابات تراب ويفرشون فوقها زفت وعلى بلط الشارع. وطبعا رئيس البرلمان السابق كان مختفي لفترة طويلة لمدة 4 سنوات والآن عاد إلى الظهور مرة أخرى في إطار الدعاية الانتخابية للانتخابات المقبلة بعد 5 أيام، مجمع إجراؤها بعد 5 أيام. معنا اتصال أبو علي من أبو غريب. أبو علي، أنت كمواطن عراقي هل ما زلت تثق بوعود المرشحين؟ والله ما أثق. هاي طامة كبرى وجدت على العراق هم 4 سنوات وساعة البرلمان محمد الحلبوسي ما أدري شنو داء العرف مني يسولف على إسرائيل ومني يسولف على مني يسولف إحنا نريد نعيش نريد نعيش. وقبل محمد داء العظمة مدري حاطين مخدرات ويسولي بالوطنية وفلسطين عمي من هذولا. وإنه بهذا سليم الجبوري يعني نفسهم جايين عادون على وش احنا نروح؟ هذولا يريدون يموتون البلد شايف من البشر يموتونهم وهذول يريدون يموتون البلد نفس البرلمانيين اللي راحوا. يعني شنو هو يعني الطامة كبرى على العراقي نبتلين احنا بالانتخابات؟ عمي خليهم ويموتوننا عمي ما نريد نعيش ما زول هذول البرلمانيين واحد يسلمها للاخر. يعني شنو السالفة هذا اللي حكي اسرائيل يقول اذا واحد يحط نفسه باسرائيل اكو برلمان هيك يسولف؟ معقولة يا ناس يا عاد العالم جاي يتطور واحنا جاي نرجع على الهنود راح يرجعونا؟ 20 قرن هاي سوالفهم الجاي اللي ما لها معنى. يعني البرلمانيين قالوا انه بالبسطاط ويحط حديد وصور ومدري شلون وعزايم شنو السالفة؟ عمي ما روح للانتخابات عن أمه وأبوه اللي يصل للانتخابات عش الطيبين. نعم. أبو علي من أبو غريب كان معنا. أبو حسن من بغداد. أبو حسن، يعني مرشح فاتح مغسل مال موتى بغداد وآخر يشرف على تبليط شوارع بإحدى القرى، وعندنا كذلك يعني صور أخرى من الدعايات الانتخابية، توزيع ملابس لنجة، ملابس مستخدمة على الفقراء، وكذلك توزيع مادة الطحين من قبل، يعني أظهر الصور تم تداولها من قبل ناشطين صهر رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي والمرشح عن تحالفه ياسر الصخيل وهو يقوم بتوزيع مادة الطحين للعائلات. هل أنت كمواطن عراقي هل تثق بوعود المرشحين للانتخابات؟ السلام عليكم أخوي عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا أخوي عمر. هذول يضحكون على الناس، يعني راح أكون واقعي وياك أكثر. نعم. هو من يسلم الغربية للدواعش؟ هم دواهم أصلا مو دواعش، هاي وحدة. هم سوي لك إعلانات بقد الدنيا زين. هذا أبو الكهرباء قاسم الفداوي راح كان بالخارج كم أخذ ما أخذ ووعودهم وإحنا نسوي لكم حياة برفاهية وبراحة، يعني هم شو عليهم العراقيين صاروا مضحكة والله. يعني ما أعرف يعني العراقيين إيش بيهم؟ يعني شو هم هذول؟ هم جابوا الطائفية، هم جابوا القتل، هم جابوا الإرهاب، وفوقها غصب على العراقيين يرشحون نفسهم وغيره وغيره وغيره. يعني شنو العقلية الخارفة؟ راح يوزع بطانية، راح يوزع
فانيلات، واحد يلبس ملابس داخليه ويوزع ملابس داخليه، وواحد يعطي موز، يعني اكو شغلات الواحد يضحك عليه، يضحك يعني يضحك. شنو ايش بيهم العراقيين يعني؟ عقول ماكو؟ هو ما ينتخبهم غير بس مثلهم، يعني مثل ابناء جلدتهم يضحكون عليهم. يعني هسه لما افكر يعني اشوف هذا الجيش لما يضعون المتظاهرين ويدعون بحقهم ومحضرين لهم الشغب وما ادري منو ومنو ومنو ياخذهم، حسوا يا شعب، حسوا يعني ذولا شنو غاسلين ادمغتكم؟ شنو عقولكم وين راحت؟ يعني لو هسه الجنوب هم متدمر متبهدل، الغربيه دمروها، الناس بالخيم تعالوا رجعوا ببيتكم. يعني اكو فد شغله يعني ذاك اليوم حكاها مقتدى يقول شنو صار خلال سنوات الحكم، بس تشريد وقتل وارهاب، وكلمه واحده هزتني قالت تبعيه. زين هو مو كان مقتدى قاعد جوا خامنئي؟ شوف العقول انت يا عراقيين، يعني اتهموا شنو هو هذا؟ امشي وراه تقببوا له سفره، غيره وغيره وغيره، كلهم هذول ما يعرفون ولا عراقيين ولا يعرفون يحكمون نفسهم. يعني انا اتعجب واحد ذاك اللي بيحكي والله نور المالكي سوى لنا شغلات وطلع راوت تطلع من الخلفه، غير ما العراقيين مثل العراقيين اخذوا هذول كلهم ارهابيين، واللي يروح على الانتخابات هذا هم مثلهم. يعني ما شايف شيء، العقول فيهم. يعني مقصود شنو الغسل هذا؟ الغسل اللي غسل ادمغتهم شنو هو؟ يعني حتى لو مقصود دمار هم يحس، هم يشوف الشعب هذا تدمر، لا صحه لا تعليم. يعني تصور مدارس كرفانات، يعني فلوس العراقيين وين راحت؟ فلوس الخيرات مال العراق وين راحت؟ اشو دمروا الزراعه، فكروا يا عراقيين بالكلام اللي اقوله، الزراعه دمروها، اهم شيء استيراد من الخارج، وشلنا اكتفاء ذاتي من كل الاشياء، كل شيء. حتى عندنا مصانع وقفوها، الاراضي حرقوها مال الزراعه، لازم تستورد من شيء بالخلف ومن ايران، ماكو هيك شغله. يعني وين عقولكم يا عراقيين؟ اصحوا هاي الملحمه اذا ما تحافظوا على، ترى باع حقكم شغله، هو البيت اذا واحد ما يحافظ على بيته يعني ما يحافظ على عرضه، وهذا العراق عراقنا مو عراقهم. فلذلك انا انصح العراقيين، فكروا بالكلمه اللي اقولها، بيتك اذا ما تقدر تحافظ عليه عرضك ما تحافظ عليه. انت يطبون عليك اي مجموعه يطبون بيتك تقدر تحكيهم؟ فعيب عيب العراقيين يمشون وراء الخداعين والكذابين والارهابيين. نعم. انا اشكرك ابو حسن من بغداد، كان معنا. محمود من الموصل، محمود انت كمواطن عراقي تثق بوعود المرشحين للانتخابات؟ حيهم يا هلا بيك، اهلا وسهلا. معك القدماء؟ شلون؟ معك هذول القدماء؟ بشكل عام نعم، وخاصة القدماء المجربين. اكي وابو بلاج من البعير تنجبوه هذا الحكي نزين شرب القرزين شرب حق هذا الحكي فلسطين إسرائيل الحلبوسي، وعندنا هذا العامري، ذولا إذا أخر جالك طعام العراق هذولا ما خلهم في الكرة الأرضية من ذاكر، وعيد خلوا من عصور متعب ذولا، هذولا دمروا. هذا من سني رشيعي كلمة جبون جنب الأجمل بعير، هذا نور الملكة بخ فلوس هنا وحلبوسي يعني شوف كلها، وهذا شوف كردستان بس ما اعرف جابها من الصوب، ايش تبغى ظروفها؟ ايش تبغى ظروفها؟ من شعب العراق طاق وقيات العراق كلها وزعها هنا الربع، ولا شراخان ولا الحمدانيه ولا عفر ولا العيار. يعني كلها بخها فلوس، فلوس جابها من كب امه، جابها من عز هذه جابه. هذول على 7-8 كفر كفر، دول يجون على القائمه وقابل الشعب، ولا تقابل الرئيس الكتله ابن عمي. نعم. على الدول تنتقل الشعب، دول دمروا العراق، موتوا العراق من الجوع، هذول كفر يجون طلبت شلع قلع واحنا وياها، ما من الجنوب طلبوا الشلع قلع احنا وياها،
الغربية قدمون عن الانتخابات وكل من ينتخبهم عند 30 و10. نعم والله العظيم لو نروح يبي حرم بسوق مرايه ينتخب هذول. زين ابو محمود شنو فسر الاستخفاف من قبل المرشحين بعقول المواطنين؟ يعني هذا اللي يوزع ملابس مستخدمة، هذا اللي يجيب البلدية تبلط لها شارع تبليط نصردين، هذا اللي يوزع طحين. المواطن يعني يريد هاي الأشياء، لو يريد أشياء خدمات فعلية وحقيقية، ليش يستمرون بهذا الاستخفاف؟ لو خدمات أريد خدمات وأريد حكم في الله وده الدولة، وأريد واحد يجيب يقدم للمواطن الغاز الغاز المي خدمات والمعتقلين. إحنا 100 دولة قاعد تحكمنا ابن عمي، 100 دولة قاعد تحكمنا الساعة، 100 حزب كوفتي ماكو هيك ما صارت بالتاريخ. الراعي مثله بحث ثلاث حاكم عليه على دول حاكمين على رأينا. الله ما يقبله محمد ما يرضى والله العظيم. احنا قلنا كل من يبيع صوته لا يصير من هنا الى البصره ومن البصره الى الداخل. نعم محمود، يعني اشكرك محمود من الموصل كان معنا. طبعا علقت المفوضية العليا للانتخابات في العراق يوم الأحد الماضي على بعض الوعود التي يطلقها بعض المرشحين، وقالت بأنها قد ترتقي لتكون جرائم انتخابية. قالت نائبة الناطق باسم المفوضية نبراس أبو سودة في تصريحات لوسائل إعلام محلية عراقية بأن الوعود التي يطلقها المرشحون للمواطنين بشمولهم بالرعاية الاجتماعية أو التعيينات ترتقي إلى أن تكون من الجرائم الانتخابية التي يعاقب عليها القانون أو يعاقب عليها القانون بالاستبعاد أو تتعدى إلى عقوبات جزائية تصل إلى الحبس، ولكن ما شفنا ولا سمعنا من هذا الكلام. معنا اتصال أبو محمد من كربلاء. أبو محمد، أنت كمواطن عراقي هل تثق بوعود المرشحين للانتخابات خاصة المجربين؟ ابو محمد من كربلاء تسمعني؟ اي اسمعك. تفضل عيني. تفضل ابو محمد. اي والله يا اخي انا بالنسبه لي يعني احنا جربنا الانتخابات كلها وجربناها وشفناها. نعم. الو اسمعك. ألو. اخي اسمعك. اي والله احنا جربنا الانتخابات وشفناها الوضع لهاي، بس شغلة أقول يعني إحنا ما يشيلوا الاستفادينا. إحنا يعني بالنسبة لي أنا وولدي قلت له ما نروح الانتخابات ما نروح، يعني إحنا شغل لك نفس الشيء وباشر أقبه وهم ما تقول لك موجيني وهذا صارت الخربطة وهم صارت مظاهرات وهم صارت روسي على اليمن. إحنا بس ندعم من الله نقول بس الله إن شاء الله يرجع قانون مثلا واحد يعني يترأس مو برلماني، يعني شو نقول قانون رئاسي، يعني هذا القانون احنا لو صاير عندنا كان نخذ العراق كله كان نخذ العراق. هذا اللي احنا نطالبه، يعني انا اطالب حتى يعني شو اقول المن تنخى ما عادي المن تحكي ويا من ما تجي ما اعرف والله ما اعرف، يعني شلون اعبر لك ما اعرف، بس اقول لك يعني زين شو فسر هذه الدعايات الانتخابية من قبل المرشحين؟ يعني هذا اللي يوزع يعني طحين وهاي اللي تفتح مغسل مال موتى يجرب لا يجرب وهذا اللي يوزع ملابس مستخدمة. والله حشاك يعني شو أقول لك ما أدري، يعني شنو يشترون العالم يا خموش، العالم تعبان، هو السوق تعبان، هو يعني الوضع ده، بس يعني شنو العالم على مود خبزة لو على مود فشي. بس هي يعني شو اقول لك، هي لو اكو فد يعني والله يعني الدوخ من يشوف الدوخ، يعني قبل 3 سنوات صارت انتخابات وطلعت العالم ورا 6 شهور قبت المظاهرات وقبت الوقت، هسه هم ورا الانتخابات هم راح يشوفوا الشارع هم شو راح يصير، احتياجي هم راح تقب العالم، قعدتوا علينا صح لو لا؟ نعم ابو محمد، انا اشكرك ابو محمد من كربلاء. كان معنا ناصر من بغداد. ناصر، هل تثق بوعود المرشحين للانتخابات؟ مرحبا استاذ عمر، اهلا وسهلا بك.
والله تعرف هاي الانتخابات هي اسوء انتخابات راح يمر بها العراق. نعم. لان اول شيء المرشحين السابقين والحاليين فاشلين، يعني ما عندهم امكانيه انهم شعب، وانما هم يلتجئون لاصلاح المصالح. التدخل الخارجي خصوصا من ايران واضح استاذ عمر، واضح. فراي الشارع حتى هذا اليوم، راي الشارع بالشرق اليوم الناس ما تشارك بالانتخابات. يقول حتى لهم القانون الدولي للانتخابات فراح يقاطعوها استاذ عمر. احنا نتمنى من الشعب العراقي ان يكون دارك واعي، لان هاي المرحله خطره كلش. يعني الشعب مقبوليته للانتخابات ما اقول لك صفر بس 1%. احنا نتمنى انه الشعب العراقي يتعازر ويتكاتف ويعرف قطاع مال الماضي، لان اذا رجعنا ذول الجماعه يعني احنا مشاركين بالدمع. يعني احنا نتمنى الشعب العراقي يعني ينتبه على نفسه باللحظات الاخيره. احنا هسه بحاله احتضار، قلنا 4 ايام للانتخابات. استاذ عمر الحين يعني قندهار موزله بالتنظيم مالها والفشل، فشله وازدحامات مكتظه وسوء سلوك بالشارع. مو انا والمواطن العادي، الدوله ما نظمت وخلت المواطن مشغول بهموم انه كسر. يعني المواطن العراقي اللي راح يروح الانتخابات الله شو يقول له؟ يقول انا هذا التاريخ قاعد اسهل الامر. ف وهاي الانتخابات تنجح حتى رغم انه السيده المتحده قاعد تدخل بشؤون العراق عمر، قاعد تريد تضيف طابع قانوني بشرعيه الانتخابات. انا ما قابل عليها، حتى التلفزيون ما اقدر احكي. هذه عيب عليها انه تنعاز للظلم، وعيب عليها تنعاز للمال. تكون سابقه وتنقل صوره ناس واضحه على زين. احنا مع الاسف يعني كلام اخير اقول للشعب العراقي، المقاطعه اضمن وامن حكم قانوني. اما تشاركون الخاطر فلان والخاطر اما هاي هذه هم ينظرون للشعب العراقي نظره استجاع. مو سخاء، هذا مو سخاء استاذ عمر، هذا مو سخاء يوزع هذا الكلام. هذا بيستخدم الشعب العراقي. نعم. يعني يقول له هذا قدرك وهذا قيمتك. فاحنا نتمنى كلام الشعب العراقي المشاركه ظلم الك ولي. نتمنى انه الشعب العراقي اخر لحظات انتبه على نفسه. شكرا ناصر من بغداد كان معنا. علي من هولندا، أخي علي كيف ترى الدعايات الانتخابية للمرشحين؟ يعني ربما تتكرر الدعايات الانتخابية منذ انتخابات عام 2005 ولغاية الآن، ولكن اليوم هناك يعني كثير من العراقيين يسخرون من هذه الدعايات الانتخابية، وإحنا عرضنا بعضها قبل قليل. حبيبي استاذ عمر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تحياتي لك والى قناه الرافدين البطل الشجاع المجاهد. اهلا وسهلا بك حبيبي استاذ عمر. كم مثلا شي يقول تريد ارنب اخذ ارنب، تريد غزال اخذ ارنب. نعم هي نفس الشيء. 70% من ذول المشاركين بالانتخابات هم كلهم فاسدين، و30% الباقية هم ديول الأحزاب حتى وإن كانوا مستقلين. وحتى إذا كانوا دول المستقلين فذولا كل شيء ما راح يسوون. البلد فيه هاوية، البلد منتهي، البلد أرضا محتل إيران، سماعا محتل أمريكا، ما بي سيادة. هذا ملخص الكلام. هذه يعني صراحة حالة يعني والله يضحكون على الشعب، يضحكون على الناس، يضحكون على هالفقير. انتخب وصوتك زين. من الجانب الاخر وهي تروح. نعم انت قلت يضحكون على الفقير زين. اليوم انت من تجرب على مدى 18 سنه يوعدك ويقول لك راح اسوي واسوي، ومن ازمه الى ازمات. هل برايك المواطن العراقي اليوم كله
صار عنده وعي أم هناك فئة لا يستهان بها ما زالت مغيبة عن الواقع اللي دي يصير بالعراق؟ 75% من الشعب العراقي هو مغيب وراح يروح ينتخب. اي ينتخب، ما هي يعني بحجة حرام وحلال وانتقاب وصوتك ومدري منه. الناس العراقيين مع الأسف يعني صراحة شعب سهل انه ينضحك عليه بسبب كثرة القنوات اللي تروج يعني ينسى بسرعة برأيك عاطفي؟ اي طبعا سهل. احنا بدليل اذا واحد هسه تعارك ويا واحد وضربه راجدي ورا اسبوعين ثلاثه يرجعون يصالحون وكانه ما في شيء مكان، نفس الشيء وان سرق نفس الشيء. هذا شعبنا مع الاسف شعب طيب سهل انه ينضحك عليه وراح ينضحك عليه. بس هذه امور مصيريه، هذه مو عركه بين اثنين ويلا نصالح. هذا مصير بلد، إرادة مصير شعب أجيال. واعي إرادة لها صوت شعبي واعي. نعم إرادة لها صوت شعبي واعي وصعب كل الصعب صراحة يعني وماكو حل إلى العراق. العراق هو الخلص. زين استخفاف يعني المرشحين، استخفاف المرشحين بهذه الدعايات، اللي يوزع ملابس مستخدمة، اللي يوزع طحين، اللي يوزع كروت شحن. هي حتى مفوضية الانتخابات قالت اللي يجي يحدث البطاقة مالته إلى كارت أبو العشرة. يعني وصلنا إلى هذه الحالة. اللي يفتح مغسل مال موته يعرفون الشعب بشمر بأي شيء. شعبنا يبشمر بأي شيء يعرفون. إيه حقهم يعني يعرفون. الناس سهل يضحكون وسهل ينسون كل شيء وسهل يتقن كارت وسهل يطلع بطانية سهلة. لأن الشعب هيك ما محصل شيء، فيقول لك أنا حصل لي 100 دولار أبيع صوتي أحصل لي بطانية. هيك أنا ما محصل شيء فحقه، يقول لك مو مشكلة حتى لو إن شاء الله حصل لي شكلية جاية. هو يدري كل شيء ماكو، يدري هيك أكو حكومة جاية وباقي البوك يقول لك ها هي ماكو فايدة. وإلا الناس راحت ثورة تشرين وانتفضة وسوينا ماكو شيء. لا أنا أشكرك علي من هولندا، كان معنا أبو علي من المدائن. أبو علي، أنت كمواطن عراقي هل تثق بوعود المرشحين للانتخابات القادمة؟ حياك الله. السلام عليكم أخويا العزيز. أهلا وسهلا بك. المجاهدة الكريمة البطلة. يا هلا بك، الله يسلمك ويخليك. والله يا أستاذ عزيز ولا بهم واحد شريف، كلهم عملاء. وانا على ابوهم لا ابو الشريف بيهم اذا بيهم ما حد شريف. ذول الزيول ايران واتباع. بس رجاء إيران. ابو علي رجاء بدون يا تجاوز. يا احنا نار بطلبنا. ماشي بس بدون تجاوز ارجوك. والله تدمرنا من قتل هذا بالمعتقلات. من اللي سببها؟ الشيوخ العشائر اللي ولاهم للوطن. صوت الحق مموتوه بهذا البلد يا اخويا العزيز. يا اخي هذا الشعب هسه وعي عن كان. كل مره عبالهم يزورون ويفوزون بروس الشعب هالمره. والله اكو وزراء فاسدين. والله تهزم بوجوههم خاتلين ببيوتهم. يقول بيا وجه نحن نطلع للشارع العراقي اللي قدمناه شنو للبلد؟ حرفيه اللي راح يوزع له بطانيه، اللي راح يوزع العشره. يا اخويا العزيز يا اخي دخلت المجتمع يا اخي. خلوا الشوارع مقابر. والله مقابر يعني انا اليوم رايح لبغداد اربع حافظ كتابي لان حق هذا الشايخ يعرف السياره والفقره بس بالله كتاب. نعم لان على ابوهم لا حد. لا لا ابو علي ارجوك هذا التجاوز غير مقبول. لا 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 ابو علي هذا السب والشتم ليس من اخلاق المسلم، ليس من اخلاق العربي. ما يصير يا اخي. يا اخي الشعب تدمر اخويا. ماشي انت عشاشه، انت يعني يسمعك الطفل والمراه والصغير والكبير. لا ما يصير. ممكن تنتقل يعني بطريقه حضاريه بدون سب وشتم. بخدمتك. نعم تعطيني حكومة خلتنطيني حقي، خلتنطي حق الفقراء، حق هاي النساء اللي تنطبق على ولدها المخيفين.
الجزمه برياح الله شات كلها برياح. واحد في الحكومه يدافع على هذول الابريال بالسجون طب على اي ذا كلها طب اللي المرشحين هم كلهم سراق ماكو واحد يا اخي هسه ابنك يا هو اللي يحكي بالتلفزيون يريد يعمل يريد انت من 2003 ما عمرت ما بنيت عمر لي يا اخي يا اخويا العزيز والله انا دمروا البلد والناس الكريم البطل المجاهد اللي ينتظرون انتفاضه للفاسدين واحيي الشعب العراقي من الشمال نفسه. نعم انا اشكرك ابو علي من المدائن كان معنا. ابو احمد من صلاح الدين، ابو احمد هل تثق بوعود المرشحين للانتخابات؟ لا لا ما اثق. ليش؟ شفنا منهم من 2003 ولحد الان شفنا منهم هم ناس صراحه يردون علينا. لان كلهم ميليشيات ومستقبل بلادهم على الشعب العراقي. ماكو اي فائده. نفس الشيء نفس الحاله ونفس المواد. نعم. كان ربك يريد بيننا والله احنا ما نقدر شو نسوي. ويتحمل المسؤوليه هو الشعب العراقي. شلون يتحمل المسؤوليه؟ انا اقول انه يتحمل هو الشعب هو ينتخب وراح ينتخب. نعم. هو يتحمل المسؤوليه، فانا اقول بالله حصل خير لازم الشعب العراقي ينتبه على نفسه بس الله يعني ولا هي رايحه مستحيل. شكرا. أنا أشكرك أبو أحمد من صلاح الدين كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. مرت 20 سنة على إجراء الانتخابات وتقديم الوعود لكنهم لم يفوا بأي منها. هذه السنة الثامنة التي تمر على وجودنا هنا، لقد دمرت جميع منازلنا في سنجار لكنهم لم يقدموا لنا أي تعويضات ولا أي شيء على الإطلاق. يجب تعبيد طرق للسكان وإصلاح المشكلات المتعلقة بالمياه والكهرباء والقيام ببعض الأعمال الحقيقية حتى نثق بهم، لكنهم يكذبون ولا يشغلهم سوى مصالحهم. هؤلاء النواب يبحثون عن مصالحهم وبمجرد انتخابهم سينسون كل شخص هنا. مرت 8 سنوات ونحن نعيش في هذه الخيام في مخيم كبرتو. لم تفعل أي أحزاب أو منظمات أي شيء من أجلنا. لن نصوت أبداً لمن لم يساعدنا.
أهلا بكم من جديد، معنا اتصال أبو مازن من أبو غريب. أبو مازن، هل تثق بوعود المرشحين للانتخابات؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. حبيب قلبي، المسألة هي مو مسألة ثقة أو مو ثقة. نعم، المسألة مسألة أكو مثل عندنا قديم يعني ربما يكون بالي لكن دي حقيقة. هذا المثل يقول تريد أبو غزال أخذ غزال، هو عنده أرنب، تريد أرنب أخذ غزال أخذ أرنب، هو ما عنده بس الأرنب. نعم، المسألة تقسيمة السلطة بالوضع الحالي اللي بيه البلد بعد 2000، الكتلة الفلانية لها المنصب الفلاني، الكتلة الفلانية لها المنصب الفلاني، الشغلة مقسمة. هو المسألة هنا يعني انت من هسه مثلا تدفع لك في الزرعة نفسها طيبة تشوفها. نعم، تجيبها هم نفسهم، هم دول الكتل دائما نسمع من عز المجرب لا يجرب. طيب على عيني المجرب لا يجرب. نعم، يعني هذا المجرب من يجيب واحد نفس المنهج ونفس المبدا اللي انت تؤمن به، انت صحيح غيرت في واقع حال كامل البلد رئاسه الوزراء السنه لهم رئاسه البرلمان الاكراد الحكوميه، الشغله مبيوعه. هذا الاول. شغله البطانيه شغله والله يعني نتكلم بها وتبليط شارع وكرته والعشره وما اعرف، بس مساله انه اريد ان هل اكو عراقي بهذول نفسه وقلبه وروحه؟ يا ابن عمي ما جاء نشوف هذا فيهم، ولا جاء يتعامل وياك بالمبلغ بالمال. هذا يعني اكتب على 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 البلد استلامه. لكن المصيبة بشعبنا اللي ما جاعد يتعظ وما جاعد على العتبة الصحيحة، السلم الصحيح، سبحانه وتعالى أن يوفق هالبلد وأهل هالبلد. مساجين، تارس، مستشفيات، ماكو مدارس، ماكو ما ضل عندنا شيء. أما هل إلك شغل بهاي الانتخابات؟ والله يعني هاي الانتخابات دفناها مثل ما دفنا أهلنا قبل مئات السنين. وأنا أشكرك سعد عمر. أنا أشكرك. أبو مازن من أبو غريب كان معنا. معنا اتصال أبو زهراء من الشعلة. تفضل أبو زهراء، هل تثق بوعود المرشحين للانتخابات القادمة؟ راح أحكي لك أنت كمثقف ودارك وواعي. تفضل. الله يفضلك وخلي كل الشعلات ينتبه على هذا كلامي. نعم، أنا لا أكره العراق ولا أكره المرشحين ولا أكره أي فئة سياسية، ولكن أقول شيء واحد، كل المرشحين من 2003 لحد الآن يحتون للإنسان العراقي، والأوامر كلها مو بديهم، كلها من الخارج، كلها من الخارج، من أمريكا، من الدول اللي سقطت صدام لحد هذا اليوم، اللي عدوان 30 سقطوا صدام، هم الأوامر بديهم في كل الانتخابات، والمرشحين وغيرها كلها ضعفة يعني خدموا الشعب. يا أخوي، نعم، فهذا اللي أقوله، يعني لسان العراقي يحكي والأوامر كلها مو بديهم. ومشكور في مالها. أنا أشكرك، أنا أشكرك أبو زهراء من الشعلة كان معنا. أبو زينب من النجف، تفضل أبو زينب. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. طبعا أولا وقبل كل شيء، هذه الانتخابات كسابقاتها قائمة على باطل. السبب الأول، أولا كل هذول المشتركين أو الذين سيشتركون مجددا في العملية السياسية هم مزدوجي الجنسية، وهذا مخالف للقانون والدستور، هذا واحد. ثانيا بالقانون والدستور يقول لك اي مرشح لاي منصب رئاسي اصغر مدير عام يجب ان يمول حملته الانتخابية من ماله الخاص. الجماعة السوداء السنة وهي الشاذة عن كل الانتخابات السابقة، المرشح رفضوا له 1,000,000,000 دينار
المرشحين 3285 مرشح. نعم. يعني 3 تريليونات و285 مليار، يعني 3285 مليار دينار عراقي، ما تعادل ميزانية 4 محافظات. ولاحقنا هذا وزير المالية يريد يستقطع رواتب الموظفين 100 ألف دينار من كل واحد شو قيادة تأمين صحي. زين، أكو قوة سياسية أبو زينب، أكو قوة سياسية بالعراق أطلقت وعود للناخبين بإعادة قيمة الدينار إلى سابق عهده، يعني كان ب 1200 مقابل دولار وهسه صار ب 1450، طبعا على رأس الكتل السياسية الفتح بزعامة هذا العامري ودولة القانون بزعامة نوري المالكي. هل أنت كمواطن عراقي ترى بأن هذه الوعود قابلة للتطبيق في ظل يعني تأكيدات لمختصين بالشأن الاقتصادي والمالي بأن هذه الوعود غير قابلة للتحقيق في الوقت الحالي؟ أولا هذه انقطع الاتصال مع أبو زينب. معنا علي من السويد، تفضل علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. عفوا، أنا أشكر استقبالكم مكالمتي، حياك الله يا أهلا. أنا أريد أوجه رسالة لكل الشعب العراقي. نعم. المجرب لا يجرب، عليهم أن يعون جيدا. ما معنى هذا الكلام؟ هذا كلام مهم جدا صراحة. الطبقة السياسية الموجودة حاليا بالعراق اللي هي صار لها عقد من الزمن تحكم العراق، ناس كلهم حرامية ودجالة وسراق. فهاي الرسالة أريد أوجهها للشعب العراقي، وأرجو من كل فرق أن يدلي الصوت الصورة الصحيحة وللشخص الصحيح. زين، أنت برأيك بعد هذه التجارب وسيطرة الأحزاب والكتل السياسية اللي هي موجودة على الواجهة من العام 2003 ولغاية الآن، هل برأيك بأنه إذا المواطن العراقي راح اختار مرشح مستقل يستطيع هذا المرشح وإن صعد إلى البرلمان أن يغير شيء في ظل سيطرة هذه الأحزاب المسيطرة على مؤسسات الحكومة في العراق؟ المشكلة صعب جدا، لأنه الفساد استشرى والأحزاب اللا إسلامية طبعا جذورها ممتدة ومدعومين دعم من الدول الإقليمية للأسف. فمن الصعب جدا 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 أنه اللي راح يترشح رئاسة الوزراء أنه يسيطر على الموضوع، وإن كان يعني مسيطرة سيطرته مو جدا قوية. لا. بس ممكن انه يصير مثلا حكومة اتحاد وطني وكذا، والاحزاب مثلا تتوصل كلها الى فد اتفاق، هذا الحل الوحيد والانسب انه ينصلح البلد، ولا غير هذا الشيء فمستحيل جدا انه العراق ينهض من جديد. نعم، أنا أشكرك علي من السويد كان معنا. خلونا قبل الختام بدقيقة نأخذ آراء النازحين حول الانتخابات وآراءهم حول الانتخابات القادمة، آراء النازحين في مخيمات النزوح، نشوفهم ونرجع لكم. فأسعى يعني لا ماء لا كهرباء، يعني عشان ننتخب ما ننتخب، لا يعني إذا ما يوفرونا ماء أو كهرباء لا ما ننتخب احد. بيوتنا وقعد ما عوضنا ولا يعني ما عيالنا بشيء، لا يعني على شنو يعني ما ننتخب، يعني على شنو ننتخبهم، يعني على شنو ننتخبهم، ما سوينا كل شيء حتى ننتخبهم. لا مي لا كهرباء، مدارس ماكو، مستشفيات ماكو، على شنو ننتخب؟ لا اسواق، يعني هسه ذاك عندنا مريض الا نروح للرمادي، اذا تمرض عندنا مريض بالليل وين نروح به؟ ماكو خدمات، ماكو مستشفيات، ماكو مدارس، ماكو. وشوفت هاي حالتنا، ما انتخب لا واحد، ما يفرون الطلبات اريدها، ولا ما انتخب لا واحد، ما يدقون صور شيء ولا يعيش.
عش قد صار ان نعاني من سبب المي والكهرباء. مي اكثر شيء مي، هي المي شنو المنطقه شنو اللي حيها المي. مي ما عندنا مي. عش قد صار ان نعاني. هاي من تمطر الدنيا تعال شوفون هاي الكرفانات تقوم الصوب مي صب علينا. وبالقياض نشتري مي شرايه. يعني قضيناها كلها معاناة. وقت الانتخابات تعالوا انتخبوا معاد. المن نحكي. والله المي يسوي لنا شيء ما انتخبه لونه ابوي. ماكو؟ المي ينفذ اوامرنا ونفذنا ويسوي لنا شيء ما ننتخبه صدق. احنا انتخبنا ما حد وجه لنا اي شيء، ما حد نفذ لنا اي شيء. ما ننتخب احد. ما انتخبون. نعم. نعم هذه عينة من آراء النازحين. رسالة على الواتساب من أبو يحيى يقول 18 سنة الحكومات سوت المستحيل حتى تخلق شعب فقير وصل لهذه المرحلة ينتخبوا بطانية. حسين الكعبي يقول هذا النظام جاء به الاحتلال وتسلط على رقاب العراقيين وأسسوا ميليشيات تحمي نظامهم الطائفي. رسالة أخرى يقول لا، المرشح لا يمثل صوت الشعب وإنما يمثل الكتلة الحزبية التي ينتمي لها الناشط المدني من الأحواز. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.